بسم الله الرحمن الرحيم، نشرح اليوم بإذن الله الأسايمنت الأول من مادة الماث 251. السؤال الأول بيقول لي حللي السيستم من المعادلات الخطية التالية باستخدام الجاوس جورديان إليمينيشن ميثود. أول حاجة، كلمة الجاوس جوردن إليمينيشن ميثود معناها باستخدام الريديوس درو إشلون فورم، ودي هي الطريقة اللي احنا بنعتمدها في حل معظم التمارين في المادة كلها. لكنه هنا في السؤال يعني حب يتوهني شوية فقال لي بالجاوس جوردن إليمينيشن ميثود. علشان نحل السيستم ده هنكون الأوجيومنتد ماتريكس، ودي المصفوفة اللي بتشمل مصفوفة المعاملات والثوابت. طبعا عندي هنا هيكون الإكس، وهيكون هنا الواي، وهيكون هنا السالب 8 و4، ونكتب معاملات الإكس والواي بالترتيب. الإكس أول حاجة هيكون الواحد، وهنا سالب 3 و2 و4. المصفوفة دي هي الأوجيومنتد ماتريكس. علشان نحلها بإيجاد الريديوسد رو إيشلون فورم اللي كان فيها، عايزين نوصل إن الليدنج إنتري بواحد واللي تحته أصفار. طيب ده الليدنج إنتري فعلا بواحد، يبقى أنا عايز أخلي اللي تحته صفر، يعني الاتنين دي اخليها زيرو. ازاي؟ بان نجمع عليها 2 او سالب 2. اجيب السالب 2 ازاي؟ هقول بضرب الصف الاول في سالب 2 وجمعه مع الصف التاني، يبقى الواحد دي هتبقى سالب 2، والسالب 3 اما اضربها في سالب 2 تبقى 6، والسالب 8 لما نضربها في سالب 2 هتديني 16. طيب هنجمع الصف اللي هو المعدل مع الصف التاني، يبقى سالب 2 مع الاتنين هيديني 0، 6 مع الاربعة هيديني 10، 16 و4 هيديني 20. يبقى أول خطوة الليدنج انتري بواحد، عايز اللي تحته بزيرو، علشان كده ضربت الصف الأول فيه سالب 2 وجمعته على الصف التاني وخزنت الناتج في الصف التاني. نيجي بعد كده عايزين نخلي الليدنج انتري او اول عنصر في الصف التاني بواحد، يعني انا عايز اخلي العشرة دي بواحد، فهقسم على 10 للصف التاني، فبقول بقسمة الصف التاني او الرو 2 على 10 وتخزين الناتج في الصف التاني، يبقى 10 على 10 هتبقى 1، و20 على 10 هتبقى 2. وطبعا المصفوفة بتاعتي لغاية دلوقتي 1 0 سالب 3 1 سالب 8 2. نيجي بعد كده الليدنج انتري بقى بكام؟ بقى بواحد، عايزين اللي فوقه يكونوا صفر، فهقول السالب 3 دي هجمع عليها 3. التلاتة نجيبها منين؟ من الصف التاني. هنقول بضرب الصف التاني يبقى 3 الرو التاني، ونجمعه على الصف الأول ونخزن الناتج في الصف الأول. طبعا 3 في 0 ب 0، 3 في 1 ب 3، 2 في 3 ب 6. 0 مع الواحد هيديني 1، 3 مع السالب 3 هتديني 0، 6 ناقص 8 هتديني سالب 2، وطبعا الصف الثاني ما تأثرش وينزل كما هو. يبقى إذن الأوجيومنتد ماتريكس بتاعتي وصلت للشكل ده، 1 0 0 1 سالب 2 2. طيب هل أنا وصلت للريديوسد رو إيشلون فورم؟ أيوة. ليه؟ لأن الليدنج انتري بواحد واللي تحته أصفار، وهنا الليدنج انتري بواحد واللي فوقه أصفار.
ساعتها نقدر نقول إنه الـ x قيمتها هتكون سالب 2 والـ y هتكون ب2. في النوع ده من التمارين المفروض إن حضراتكم قبل ما تحلوا التمرين تستخدموا الآلة الحاسبة وتجيبوا النواتج علشان تتأكدوا إن حلكم بيكون صح. فهنعمل إيه؟ هنشغل الآلة الحاسبة ونروح على مود ونقول له إحنا عايزين المود الخاص بحل المعادلات الخطية اللي هو رقم 5. طيب أنا عندي كم متغير؟ عندي متغيرين 2 اللي هما الـ X والـ Y، يبقى هختار رقم 1 ونقول له نكتب المعاملات أو القيم اللي موجودة في الـ Augmented Matrix اللي هي 1، وبعد كل عنصر بنضغط يساوي، سالب 3 يساوي، سالب 8 يساوي، وهنا 2 وبعدين 4 وبعدين 4. خلصت شغلك بتقول له كمان يساوي، هتلاقي الآلة الحاسبة حلت التمرين وبيقول لك ان الاكس بسالب 2 والواي بكام، والواي ب2 زي ما حسبناها، يبقى معنى كده ان حلي سليم. التمرين اللي بعد كده بيقول لي لو انت عندك المصفوفة A كانت 1 2 4 سالب 3 مصفوفة مربعة من الدرجة التانية، اوجد لي قيمة الاكسبريشن A تربيع زائد 4A ناقص 5I. اول حاجة احنا عارفين ان الـ A عبارة عن مصفوفة مربعة زي ما مدهاني 2 في 2، عايزين نجيب الـ A تربيع، يبقى هنضرب المصفوفة A في المصفوفة A. اعملها ازاي؟ طبعا بالآلة الحاسبة، محدش يحاول يحلها يدويا. انا ليه احاول احلها يدويا ويكون عندي احتمالات للخطأ؟ طيب علشان ندخل مصفوفة هنروح على مود ونختار المود الخاص بالمصفوفات وهو 6، وبعدين نعمل AC. احنا كده شغالين في الماتريكس مود زي ما انتوا شايفين فوق. علشان ندخل المصفوفة A هنقول له شيفت وبعدين 4 ونختار دم علشان ندخل المصفوفة. هختار رقم 1 وبعدين السايز للمصفوفة كان 2 في 2، يعني اختار 5 وندخل 1 يساوي، 2 يساوي، 4 يساوي، سالب 3 يساوي، كده دخلت المصفوفة. لكن ده أنا لازم أحفظها، فهضغط على شيفت و ار سي ال، حفظت المصفوفة، عمل لها ستورينج. طيب ده أنا عايز أجيب الـ A تربيع، يعني عايز أضرب الـ A في الـ A، فهروح أقول شيفت وبعدين ماتريكس وأختار المصفوفة بتاعتي اللي هي كان اسمها إيه؟ اسمها A. الرقم المعادل ليها طبعا هيكون 3، وادي ضربة شيفت ماتريكس المصفوفة 3 للمرة التانية وأقول يساوي، هنلاحظ إنه نفذ لي العملية الحسابية، قال لي المصفوفة A تربيع هتطلع 9 سالب 4 سالب 8 17 زي ما هو موجود عندي بالظبط. طيب نيجي للإكسبريشن بتاعنا اللي هو الـ A تربيع زائد 4A ناقص 5I. ده الـ A تربيع زائد 4 في الـ A ناقص 5 في الـ I. الـ I دي اللي هي الـ Identity Matrix لها أشكال مختلفة تبعا للسايز بتاعك، فلو انت في الـ I2 يبقى هيكون شكلها كده، أما لو انت في الـ I3 هيكون شكلها 1 0 0 0 1 0 0 0 1. فاحنا طبعا بنتعامل هنا مع مصفوفة مربعة من الدرجة التانية،
يبقى هيكون النمط ده اللي هنستخدمه. طيب هنعمل ايه؟ هنضرب الاربعة في كل عناصر المصفوفة والسالب خمسة في كل عناصر المصفوفة علشان ما نغلطش. فطبعا المصفوفة دي هتنزل زي ما هي، ونيجي هنا الاربعة تنضرب في واحد تبقى اربعة، اربعة في اتنين تمانية، اربعة في اربعة ستاشر، اربعة في سالب تلاتة سالب اتناشر. هنا السالب خمسة اما تنضرب في واحد هتديني سالب خمسة. طيب والاشارة اللي كانت موجودة هنا، مش انت خدت السالب خمسة؟ يعني المفروض بقى مكانها موجب. طيب السالب خمسة في زيرو هتديني زيرو، السالب خمسة في زيرو برضو زيرو، والسالب خمسة في واحد هتديني سالب خمسة. نعمل ايه دلوقتي؟ هنجمع القيم بتاعتنا. لما نجمع مجموعة من المصفوفات لازم يكون ليها نفس السايز، وبنجمع كل عنصر مع ما يناظره. طيب دي 2 في 2 ودي 2 في 2 ودي 2 في 2، فما عنديش أي مشكلة. هنجمع أول عنصر من كل جزء كده، يبقى العنصر ده مع العنصر ده مع السالب 5. 9 زائد 4 13 ناقص الخمسة تديني التمانية، سالب أربعة زائد تمانية هتديني أربعة بالموجب، زائد زيرو برضو هتفضل أربعة، سالب تمانية زائد ستاشر هتديني تمانية، سبعتاشر ناقص اتناشر هتديني خمسة، ناقص الخمسة تديني زيرو. يبقى التمانية أربعة تمانية زيرو هي ناتج الإكسبريشن الـ A تربيع زائد 4A ناقص الخمسة I. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل شرح واجب الماث 251. بيقول لي هنا لو أنا عندي المصفوفة A اللي هي 2 في 3 يعني صفين في 3 أعمدة، وعندي الـ B اللي السايز بتاعها كان 3 في 2 يعني 3 صفوف في عمودين، اوجد لي كل من الـ A B والـ B A، واثبت لي ان الـ A B لا يساوي الـ B A. تعالوا كده نشوف عملية الضرب كنا بننفذها ازاي. اول حاجة قبل ما ننفذ عملية الضرب نشوف هل شرط الضرب محقق ولا لا. هو عايز يضرب الـ A في الـ B. طيب الـ A دي كان السايز بتاعها كام؟ كانت 2 في 3. طيب والـ B كانت 3 في 2. علشان تتم عملية الضرب بصورة سليمة لازم يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى مساوي لعدد صفوف المصفوفة الثانية، وده فعلا محقق. وفي الحالة دي فإن ناتج الضرب بيكون مصفوفة على السايز 2 في 2. طيب تعالوا ننفذ عملية الضرب ولكن عن طريق الآلة الحاسبة. هنعمل ايه؟ هنروح نود ونقول له 6، وبعدين نعمل ايه سي، وبعدين نضغط على شيفت، وبعدين 4 علشان ندخل على الماتريكس مود. انا عايز ادخل بيانات المصفوفة A، فهقول له دلوقتي انا عايز الدايمنشن بتاعي، وهيكون اسمها 1، والسايز بتاعها كام؟ 2 في 3. 2 في 3 اللي هي تعادل رقم 4. ندخل عناصرنا وبعد كل عنصر نقول يساوي. 2 يساوي، 3 يساوي، 1 يساوي، 0 يساوي، 2 يساوي، سالب 2 يساوي. خلصنا عملية إدخال البيانات، نضغط شيفت مع R C L وكده اتحفظت المصفوفة A. بنفس الطريقة ندخل المصفوفة B، بس خلي بالكم إن أنا جوه الماتريكس مود، فهضغط على شيفت 4
وبعدين الدمة. طبعا انا عرفت ان الواحد للمصفوفة ايه، خلاص خدناها. نيجي على المصفوفة التانية اللي هي بي، هنضغط 2. السايز بتاعها كام؟ 3 في 2. فين 3 في 2 اللي هي الاختيار رقم 2؟ طيب ندخل بيانات، وبعد كل عنصر يساوي، ادي 4 يساوي، سالب 2 يساوي، وبعدين 3 يساوي، 0 يساوي، سالب 1 يساوي، 2 يساوي. طيب نحفظ شغلنا ونقول شيفت مع ال R C L، يبقى كده احنا حفظنا ال A وال B. عايزين أول حاجة نضرب ال A في ال B، فهقول له شيفت ماتريكس، وعايزين المصفوفة إيه؟ الرقم المناظر ليها هو كام؟ 3. يبقى كده اكتب لي المصفوفة إيه؟ نقول ضرب شيفت، ادي ماتريكس. عايزين المصفوفة بي، يبقى نختار رقم 4. يبقى كده هو هيضرب المصفوفة A في B. نشوف الناتج كده، يساوي قال لي هيطلع 16 سالب 2 8 سالب 4 اللي هو موجود عندي هنا، يبقى حلي كده انا صح. طيب عايزين نعمل ايه؟ نضرب العكس، يعني نضرب البي في الاي. فهعمل ايه؟ هعمل اي سي واقول له شيفت ماتريكس واختار البي الاول، يبقى هيكون 4. ضرب شيفت ماتريكس واختار المصفوفة A اللي هي يعادل رقم 3، ونقول يساوي، وشايفين 8 8 8 6 9 3 زي ما هو مكتوب بالظبط. حاصل الضرب في الـ AB كان مصفوفة من الدرجة التانية، مصفوفة مربعة 2 في 2. عملية الضرب للـ BA، الـ B وادي الـ A، الـ B كانت 3 في 2 والـ A 2 في 3. شرط الضرب محقق، يبقى الناتج لعملية الضرب هو 3 في 3. يبقى نلاحظ ان الـ AB يطلع مصفوفة 2 في 2، والـ BA يطلع 3 في 3. وطبعا لما يكون عندي مصفوفتين متساويين يبقى لازم يكون ليهم نفس السايز، لكن لأن الـ AB عبارة عن 2 في 2 ماتريكس والـ BA 3 في 3 ماتريكس، يبقى نقول الـ A B لا يساوي الـ BA. السؤال اللي بعد كده سؤال بسيط على موضوع بسيط جدا، بيقول لي هنا اوجد لي التريس للمصفوفة A وال B. علشان نجيب التريس فلازم تكون المصفوفة اللي هنجيب لها التريس مصفوفة مربعة. بصوا كده للتعريف ده، بيقول لي لو انت عندك الـ A كانت مصفوفة مربعة يعني سكوير ماتريكس، فإن التريس للمصفوفة دي اللي بنرمز له بالرمز TR للـ A هو عبارة عن مجموع القيم الموجودة في المين دياجونال أو القطر الرئيسي للمصفوفة A. طيب المصفوفة اللي موجودة في الفقرة A 3 صفوف في 3 أعمدة، يبقى مصفوفة مربعة ولا لا؟ مربعة. يبقى التريس هيكون مين؟ هيكون مجموع القيم اللي موجودة في القطر الرئيسي اللي هي 3 زائد 4 7 ناقص 2 هيديني 5. طيب البي، خلي بالكوا بقى انه بيقول لو التريس للمصفوفة A بيكون undefined لو المصفوفة ايه دي not a square matrix، يعني لو هي مش مصفوفة، لو هي مصفوفة غير مربعة يبقى ما اقدرش اجيب التريس. المصفوفة في الفقرة التانية كان 3 صفوف عمودين، يبقى 3 في 2. هل دي مصفوفة مربعة عدد صفوفها بيساوي اعمدتها؟ لا طبعا،
يبقى معنى كده ان التريس في الحالة التانية هيكون undefined. الفقرة التانية جاي بيقول لي اوجدني الانفيرس للمصفوفة A. علشان نجيب الانفيرس للمصفوفة من الدرجة التانية كان في قانون بيساوي 1 على محدد المصفوفة في المصفوفة المرافقة. طيب محدد المصفوفة ده نعرف نحسبه. المصفوفة المرافقة اللي بتيجي من إبدال عناصر القطر الرئيسي وتغيير إشارة عناصر القطر غير الرئيسي. طيب بيساوي 1 على، نجيب المحدد ده. المحدد ده أو حساب محدد من الدرجة التانية بيساوي سالب 3 في سالب 2 ناقص 1 في سالب 1، يعني بيساوي سالب 3 في سالب 2 الإشارة السالبة مع الإشارة السالبة يطيروا بعض هيديني إشارة موجبة، يبقى 3 في 2 موجب 6، وهنا برضو سالب في سالب يديني موجب 6 زائد 1 هتديني كام؟ هتديني 7. يبقى المحدد للA قيمته 7. طيب عايزين نجيب المصفوفة المرافقة، قلنا هنا 1 على 7 في، هنبدل الاتنين دول، يبقى السالب 2 تيجي مكانها سالب 3، ونغير إشارة الاتنين دول، فده سالب 1 يتحول هنا الواحد، والواحد يتحول لسالب 1، يعني الناتج هيبقى لو ضربنا الواحد على 7 ده في كل عناصر المصفوفة هيبقى سالب 2 على 7، وهنا سالب 1 على 7، وهنا هيكون 1 على 7 سالب 3 على 7. طيب عايزين نحسب التمرين ده بالآلة الحاسبة. كل تمرين تحله في الامتحان ياريت تتأكد علشان ما يكونش فيه أخطاء. هنروح على الماتريكس مود. سليم، احنا فعلا في الماتريكس مود. طيب هنختار شيفت ونقول له ماتريكس، ونختار 1، وبعدين المصفوفة A السايز بتاعها، دي مصفوفة مربعة 2 في 2، يبقى الاختيار رقم 5. دخل القيم هيكون سالب 3 وبعدين 1 وبعدين سالب 1 وبعدين سالب 2. دخلنا عناصر المصفوفة نحفظها. طيب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نجيب الـ A inverse، يعني نجيب A أس سالب 1 كده. طيب تعالوا كده في الآلة الحاسبة ونضغط على شيفت ونقول له ماتريكس، واحنا عايزين المصفوفة A اللي هي تعادل الرقم 3. علشان تكتب فوق أس سالب 1 اللي هو الرمز ده، فلو ضغطنا كده يبقى احنا بنقول له هات لي الانفيرس للمصفوفة A. نضغط يساوي، قال لي ده أول رقم هيطلع سالب 2 على 7 وبعدين سالب 1 على 7 وبعدين 1 على 7 وسالب 3 على 7 اللي هو القيم دي. طبعا بالمناسبة لو الرقم اللي موجود عندي مكتوب علامة عشرية كده أو رقم على صورة عدد عشري، المفروض بنضغط على SD يحوله لي إلى كسر أو العكس. نيجي بعد كده للسؤال رقم 5، بيقول لي أوجد لي قيمة الديترمينانت، يعني المحدد للمصفوفة A باستخدام الكوفاكتور إكسبانشن للصف الثالث. طبعا موضوع إيجاد المحدد ممكن نستخدم فيه أي صف أو أي عمود براحتنا، وبنختار الصف أو العمود المحتوي على أكبر عدد من الأصفار علشان يسهل علي العمليات الحسابية، أو ممكن نوجد قيمة المحدد باستخدام خواص المصفوفة. طيب بس هنا شرط عليا، بيقول لي أنا عايز أستخدم
الثيرد رو الصف الثالث اللي هو ده. علشان اجيب المحدد باستخدام الصف الثالث هنكتب الاشارات بتاعتنا، موجب كان هنا طبعا موجب سالب موجب، وهنا سالب موجب سالب، وهنا موجب سالب موجب. ونقول باستخدام الصف او الثيرد رو هنكتب الاثنين اللي هو القيمة دي، طبعا المفروض هيكون هنا موجب الاول وبعدين الرقم اللي هو الاثنين وبعدين المحدد الاصغر، الناتج عن حذف الصف ده والعمود ده، يبقى اليمين 7 9 3 0 اللي هو ده. وبعدين عندي إشارة سالب، ادي السالب، وبعدها قيمة 5، ادي الخمسة، وبعدين نحذف الصف ده والعمود اللي هو ده كده، هيبقى اليمين 3 9 1 0 3 9 1 0 اللي هو ده. بالنسبة لآخر عنصر اللي هو التمانية، طبعا برضو موجب، هنا موجب وهنا سالب، هنحذف الصف ده والعمود ده، يبقى لنا المحدد الأصغر اللي هو 3 7 1 3. طبعا هننفذ العمليات الحسابية، 7 في 0 يديني 0، ناقص 3 في 9 يعني ناقص 27، يبقى الاتنين مضروبة في الحكاية دي، ناقص 5 مضروبة في المحدد ده، المحدد ده كام؟ 3 في 0 يديني 0، ناقص 9، يبقى الجزئية دي كده فناقص 9، وهنا 3 في 3 ب9، 9 ناقص 7 تديني 2، يبقى المفروض إنه الاتنين مضروبة في سالب 27 ناقص 5 مضروبة في سالب 9 زائد 8 مضروبة في 9 ناقص 7 اللي هي الاتنين. الاتنين في سالب 27 بسالب 54، وهنا زائد 5 في 9 تديني 45. خلي بالكم هنا في سالب وهنا في سالب، فالمفروض اما ينضربوا في بعض يديني الناتج موجب. بنضرب الاشارات في بعضها ونضرب الاعداد في بعضها. هنا 8 مضروبة في 2 يبقى 16، سالب 54 زائد 45 زائد 16 تديني 7. طيب تعالوا نجيب قيمة المحدد باستخدام الآلة الحاسبة. هنروح على الماتريكس مود، من حسن الحظ احنا ما زلنا في الماتريكس مود، فهقول شيفت و4 واقول له 1 1، المصفوفة بتاعتي 3 في 3 يعني 1، ندخل العناصر 3 ادي 7 ادي 9 وبعدين 1 3 وبعدين 0 وهنا 2 وهنا 5 وهنا 8، وبعدين نحفظ شغلنا باستخدام شيفت مع ار سي ال. حفظنا شغلنا. طيب عايزين ايه دلوقتي؟ عايزين المحدد. هنقول شيفت وماتريكس عشان يديني قيمة الأوامر. احنا عايزين المحدد، المحدد اللي هو الديترمينانت اللي هو يعادل رقم كام؟ 7. طيب عايزين محدد تاني مصفوفة، المصفوفة ايه؟ يبقى هقوله شيفت وبعدين ماتريكس، انا عايز المصفوفة ايه اللي تعادل رقم كام؟ رقم 3. اقوله يساوي، طلع لي ان الناتج 7، يبقى فعلا حلي كده صح. نيجي بقى للتمرين اللي هو يعتبر اصعب واحد في الواجب كله، وهو ايجاد الانفيرس لمصفوفة معينة. طيب مبدئيا كده النوع ده من التمارين او تمارين كمان ايجاد السوليوشن لسيستم، لازم نحله بالآلة الحاسبة ونكتب الناتج قبل ما نبدأ في الحل يدويا. فهعمل ايه؟ هروح على الماتريكس مود، وما زلنا في الماتريكس مود،
هقول له شيفت مع ماتريكس، وبعدين اعرف مصفوفه يبقى واحد. المصفوفه اللي انا عايزها هي الاي، السايز بتاعها 3 في 3، 3 صفوف في 3 اعمده. دخل بياناتها، خلي بالكم شايفين في مصفوفه قديمه متخزنه في الاله، فخلي بالكم من النقطه دي. 1 يساوي 0 يساوي سالب 1 يساوي 3 يساوي 4 يساوي 5 يساوي 0 يساوي، وبعدين سالب 6 يساوي، وبعدين سالب 7 يساوي. دخلنا المصفوفة شيفت مع ار سي ال كده، ممتاز. طيب عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب الانفرس. هنقول شيفت بعدين 4، وعايزين المصفوفة بتاعتنا اللي هي هيكون 3، وعايزين نجيب لها الانفرس. فالرمز ده هو الانفرس، يساوي بصوا كده القيم طلعت كام، 1/10 اللي هي 1/10، 3/10، 2/10، 1.5، سالب 35%، سالب 4%، سالب 4/10، وبعدين سالب 9/10، وهكذا. يبقى المفروض ان لما احل يدويا يطلعني المصفوفة دي. الامور ما ظبطتش معاك وفي النهاية ما عرفتش تجيب الحل الصحيح، حط له الناتج اللي انت جبته من آلة الحاسبة، وهو تبقى كسبت كده ناتج نهائي ومجموع خطوات. طيب تعالوا كده نشوف ازاي نجيب الانفيرس لمصفوفة من الدرجة التالتة. علشان نجيب المصفوفة او نجيب الانفيرس كنا بنستخدم الرو اوبريشنز، اللي هي مجموعة العمليات اللي بتتم على الصفوف علشان ننفذ او نوصل للإيشلون فورم. يعني ايه؟ هنيجي نقول له الاي وناخد خط كده ونقول الاي، ونعمل مجموعة من العمليات باستخدام الإيشلون لغاية ما نوصل انه يبقى هنا اي ويبقى هنا الايه انفرس. يبقى المصفوفة دي هتبقى هي الايه انفرس. احنا وجدنا الانفرس للمصفوفة ايه باستخدام الآلة الحاسبة، تعالوا نوجده يدويا بالوقت. قلنا هنكتب المصفوفة ايه، وبعدين ناخد خط وناخد المصفوفة اي، بس انهي اي؟ على حسب السايز للمصفوفة ايه. الاي كانت 3 في 3، يبقى الاي هيبقى اي 3 اللي الشكل بتاعه بيكون 1 0 0 0 1 0 0 0 1. نبدأ خطوة خطوة ونحاول نجيب الريديوسد رو ايشلون فورم. فنيجي نقول الليدنج انتري في الصف الاول قيمته 1، يبقى كده ممتاز. عايزين نخلي الارقام اللي تحت الليدنج انتري باصفار، يعني عايز اخلي التلاتة دي بزيرو، فهنضيف عليها سالب 3. السالب 3 اجيبها منين؟ من الصف الاول بضربه في 3، يعني هقول بضرب الصف الاول في سالب 3 وجمعه على الصف الثاني وتخزين الناتج في الصف الثاني. يعني ايه كمان؟ يعني الصف الاول والثالث هيفضلوا زي ما هما، مين اللي هيتغير؟ الصف الثاني. طيب تعالوا كده ننفذ العملية دي ونضرب الصف الاول في 3 او سالب 3 زي ما شفنا. فالواحد لما ينضرب في سالب 3 يديني سالب 3، وهنا هيكون 0. سالب 1 في سالب 3 هتديني 3، وهنا سالب 3، وهنا 0 0. اجمع الناتج ده مع الصف الثاني، سالب 3 مع 3 هيديني هنا 0، وزيرو مع الاربعة هيدينا 4، 3 و5 8،
سالب 3 و 0 سالب 3 0 مع الواحد هيديني 1 0 مع 0 هيديني 0 طيب يبقى كده عندي الليدنج انتري بواحد واللي تحته كلهم اصفار نيجي في الصف التاني عايزين الليدنج انتري ده بواحد وعلشان اخليه بواحد هقسم على 4 يبقى نقول بقسمة الصف التاني على 4 وتخزين الناتج في الصف التاني يبقى مين اللي هيتأثر؟ التاني وفقط الأول والتالت هينكتبوا زي ما هما من المرحلة السابقة طيب تعالوا 4 على 4 تديني 1 اللي هو ده 8 على 4 هتديني 2 وهنا سالب 3 لما اقسمها على 4 تديني سالب 3 على 4 وهنا 1 على 4 اللي هو القيمة دي وطبعا 0 على 4 تديني 0 تمام خلينا الليدنج انتري في الصف الثاني قيمته 1 عايزين القيم اللي فوقه تكون 0 وده متحقق فعلا والقيم اللي تحته تكون 0 طيب اخلي السالب 6 دي 0 ازاي هجمع عليها 6 طيب واجيب ال 6 منين هنجيبها من الصف الثاني يبقى نقول بضرب الصف الثاني في 6 وجمعه مع الصف الثالث وتخزين الناتج في الصف الثالث يبقى مين اللي هيتأثر الصف الثالث وفقط يعني الاول والثاني هينزلوا زي ما هما شايفين عشان ما يحصلش اي غلطة نيجي بقى للصف الثالث كنا بنقول هنضرب الصف الثاني ده في 6 طبعا 0 في 6 ب 0 1 في 6 ب 6 2 في 6 ب 12 وهنا هتبقى سالب 3 على 4 في 6 وهنا هيكون 1 على 4 في 6 واللي هيطلع ده هنجمعه مع مين مع الصف الثالث يبقى 0 مع 0 هيديني هنا 0 6 ناقص 6 هتديني 0 12 ناقص 7 هتديني 5 ونيجي هنا سالب 3 على 4 في 6 سالب 3 على 4 في 6 طبعا ممكن بالآلة الحاسبة وتدخلوا الأرقام دي أو ممكن نقول نضرب القيم اللي في البسط كلها والقيم اللي في المقام كلها فسالب 3 في 6 تديني سالب 18 على 4 في 1 يعني 4 لو قسمنا البسط والمقام على 2 هيديني سالب 9 على 2 اللي هي الكمية دي هو أنا لازم أعمل كل العمليات الحسابية دي؟ لا اضرب النواتج على الآلة الحاسبة وحيديك سالب 9 على 2 مباشرة طيب الواحد على 4 لما نضربها في 6 هتديني 6 على 4 اقسم البسط والمقام على 2 يعني 6 نقسمها على 2 هتديني 3 وال 4 نقسمها على 2 تديني 2 يعني الناتج هيطلع كده طبعا الزيرو لما نضربها في 6 هتديني 0 اجمعها مع الواحد مع الواحد ده هيديني الواحد طيب يبقى احنا كده خلينا الليدنج انتري في الصف الثاني قيمته 1 واللي فوقه 0 واللي تحت 0 نتنقل للصف الثالث الليدنج انتري بكام ب 5 لكن ده انا عايزه 1 يبقى لازم اقول بقسمة الصف التالت على 5 يعني خمس الار 3 وخزن الناتج في الار 3 طبعا اما اقسم يعني اكنها 1 على 5 من الار 3 او حاجة اقول الار 3 على كام على 5 دي صح ودي صح طيب تعالوا كده نقسم ونلاحظ قبل ما ننفذ اي عملية انه مين اللي هيتغير R3 وفقط يعني معنى كده الصف الاول والتاني هينزلوا زي ما هم مش هيحصل فيهم مشكلة طيب هنقسم الخمسة على خمسة هتديني 1 نيجي للسالب 9 على 2 سالب 9 على 2 مقسومة على 5 لما تلاقيها في الآلة الحاسبة هتطلع سالب 9 على 2 في 1 على 5 يعني سالب 9 على 10 اللي هي دي
طيب والتلاتة على اتنين؟ أما القسمة على خمسة يعني كأننا بنضربها في واحد على خمسة، هتديني تلاتة على عشرة اللي هو الرقم ده، وهنا واحد على خمسة هيجيلي هنا زي ما هو كده. طيب كده خلينا الليدنج انتري بتاعنا بكام؟ بواحد. لكن ده انا عايز اخلي القيم اللي فوق ده زيرو ودي زيرو. طيب مباشرة كده نعمل ايه؟ هنجمع الصف التالت اللي هو ده مع الصف الاول، لان ده واحد وسالب واحد، يبقى مين اللي هيتغير؟ الار وان. طيب تعالوا كده، زيرو مع الواحد هيديني هنا واحد، زيرو مع الزيرو هيديني زيرو، واحد مع السالب واحد هيديني زيرو. وهنا هنا بقى خلي بالكم، لانه في مشكلة كبيرة في الارقام اللي فيها كسور، فاحنا هنعمل ايه؟ هنجمع سالب تسعة على عشرة زائد واحد، اللي هي تعادل كام؟ سالب تسعة من عشرة زائد واحد بالآلة الحاسبة هيديني سالب واحد من عشرة، يبقى ده هيبقى سالب واحد من عشرة. طبعا التلاتة على عشرة اما تجمعها مع صفر هتطلع تلاتة من عشرة برضو. وهنا الواحد على خمسة دي عشان ما تستغربوش الارقام، لو ضربنا البسط في اتنين والمقام في اتنين تبقى اتنين على عشرة، يعني اتنين من عشرة. بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة في موضوع الكسور والكلام ده، احنا معانا آلة حاسبة، لو حضرتك دخلت واحد على خمسة هيكتب لك اتنين من عشرة من غير ما توجع دماغك ولا تعمل زيي. بصوا كده، هقول له مود ارجع واحد، ادي واحد على خمسة يساوي، قال لي ان الناتج كده، بس ده انا عايزه عشري، اضغط على اس دي كتب لي اتنين من عشرة من غير ما يحصل اي مشاكل. نيجي بعد كده الخطوة دي، احنا دلوقتي عندنا الليدنج انتري في الصف الثالث واحد، وخلينا هو فوقه واحد منهم زيرو، عايز اخلي الاتنين دي كمان زيرو، عشان دي خليها زيرو يبقى هتقول لي بضرب الصف الثالث ده في سالب اتنين وجمعه على التاني، يبقى سالب اتنين الصف الثالث واجمع الناتج مع الار تو وخزن في الار تو، يبقى معنى كده انه ار ون وار ثري هينزلوا في المرحلة اللي بعدها زي ما هم من غير اي تعديل. ممكن اكون انا بطول في الخطوات، بس علشان اضمن اني ما اعملش عمليتين في نفس الوقت، وبالتأكيد علشان ما اغلطش. طيب هنعمل ايه دلوقت؟ هناخد الصف الثالث نضربه في سالب اتنين ونجمعه على اللي فوق، فنيجي نقول الواحد تنضرب في سالب اتنين يبقى يديني هنا سالب اتنين، وهنا سالب تسعة على عشرة اما تنضرب في سالب اتنين هتبقى موجب 18 على عشرة، وده ما ينضرب في سالب اتنين يبقى سالب ستة على عشرة، وده يبقى سالب اتنين على خمسة. القيم اللي هتطلع دي هتجمعها مع ده، يعني شايفين هنا الزي سالب اتنين على خمسة ما تجمعها مع زيرو يديك سالب اتنين على خمسة، وهنا سالب ستة على عشرة زائد ربع، سالب ستة على عشرة زائد ربع، على طول على آلة الحاسبة هنيجي نقول ادي سالب ستة، سالب ستة من عشرة زائد الربع اللي هو خمسة وعشرين من مية هيديني الناتج سالب سبعة على عشرين اللي هي تعادل سالب خمسة وتلاتين من مية. طيب بالنسبة لي الرقم ده هنجمع التمنتاشر على عشرة ناقص التلاتة على اربعة ونشوف بيساوي كام. طيب تعالوا نشوف ال 18 على عشرة هتديني واحد وتمانية من عشرة ناقص تلاتة على أربعة كده اداني واحد وعشرين على عشرين اللي هي واحد وخمسة من مية. طبعا لغاية دلوقتي كل كلماتي وكل حلولي سليمة. لما نضرب الواحد في سالب اتنين يبقى سالب اتنين مع الاتنين يديني هنا زيرو. طيب في النهاية كده
هل انا وصلت للإشلون فورم او الريديوز درو إشلون فورم؟ تعالوا كده نشوف الليدنج انتري واحد واللي تحته اصفار، الليدنج انتري واحد واللي فوق اصفار وتحته اصفار، الليدنج انتري واحد واللي فوق اصفار. يبقى معنى كده ان ديت هي الاي، وعندي هنا ده الايه انفيرس اللي ليه نفس القيم اللي اوجدناها باستخدام الآلة الحاسبة، وبالتالي الحل تبعي بيكون حل سليم. بالتوفيق ان شاء الله.